أمل دنقل، وهو شاعر يعني عظيم توفاه الله في عمره مبكر، وكان من الناس اللي هم أصيبوا بسرطان البروستاتا. تمام. وطبعا من بيمثل الصعيد، وبتحياتنا برضو لأهل الصعيد. تمام. نتكلم على سرطان البروستاتا ونقول إن هو زيه زي أي سرطان، هو تحول في الخلايا الطبيعية الموجودة المتكون منها العضو أو النسيج إلى خلايا أخرى. فربنا سبحانه وتعالى خلق كل عضو أو كل جهاز وله الخلايا المبطنة له. حينما تتحول الخلايا دي من خلايا حميدة أو خلايا طبيعية إنها تكبر في الحجم وتبقى خلايا بها أورام سرطانية، معناها إنها تحولت من الحالة الطبيعية للحالة السرطانية. هو ده مختصر معنى كلمة سرطان، تحول في الخلايا الطبيعية للأنسجة إلى خلايا تصيب أو مصابة بأورام سرطانية أو خلايا سرطانية، أو داخلها دخل خلايا سرطانية على الخلايا الطبيعية. ده السرطان بشكل عام. السرطان بشكل عام في أي حتة في الجسم. لو كان في الرئة يبقى هو خلايا الرئة المبطنة للرئة. لو كان في القولون يبقى الخلايا المبطنة للقولون. لو كان في المعدة يبقى الخلايا المبطنة للمعدة. النهاردة الخلايا المبطنة للبروستاتا، والخلايا نوعين موجودين في البروستاتا سواء كولامينر سيلز. احنا بس هناخد بعض المصطلحات علشان بس ما يبقاش كل الموضوع عايزين نوضحها بس. بالظبط كده. خلايا انواع خلايا، سواء بالنسبه للبروستاتا خلايا كولامينر عموديه او خلايا بيزل. الانواع الموجوده في الـ في الـ في الـ في البروستاتا هي الخلايا الطبيعيه اللي ربنا خلق الغده دي، والبروستاتا هي عباره عن فايبر وماسكولر جلاند، يعني خليه ليفيه بها غدد بتفرز وبتساعد بمساعده كبيره جدا على افراز ماده الفركتوز اللي هي بتغذي السائل المنوي اللي بيكمل بعد كده لمرحله الاخصاب مع عوامل البروستاتا كمان مع الخصيه. الاثنين بيؤدوا في النهايه الى انه يحصل عمليه الاخصاب. فالبروستاتا لها دور كبير جدا في مساله الاخصاب، انها بتغذي الحيوان المنوي بماده الفركتوز اللي بتساعده في ان هو يبقى الحيويه والنشاط بتاع الحيوان المنوي. تمام بالظبط. ده تعريف السرطان البروستاتا. ده تمام. تمام. نخش على نقطه ثانيه يا دكتور، نتكلم دلوقتي عن الاعراض، اعراض سرطان البروستاتا. اعراض سرطان البروستاتا ثلاثه اساسيين، حتى بيسموا البروستاتيزم، يعني اعراض ثلاثه اذا اتوجدوا يبقى كده انت قريب قوي للبروستاتا. اول حاجه الفريكوانسي. فريكوانسي يعني عدد زياده تدخل الفرد الى الحمام، وخصوصا بالليل. بالليل بيقوم اكتر من 5 إلى 6 مرات الحمام، وده مش طبيعي. فزيادة عدد تبول الشخص ليلا تسمى الفريكوانسي. ده عرض. العرض التاني العرض اللي هل بيتشابه مع اي مرض تاني؟ مش بيتشابه مع مرض تاني. هو الفريكوانسي مشترك انه ممكن يكون لمرضى السكر عندهم نفس العرض، وممكن يكون برضو الكلوة او الكلى او الحالب، امراض الكلى او الحالب سواء كانت حصوات او التهابات برضو بتؤدي للفريكوانسي. فعلشان كده الفريكوانسي هو مشترك في المسالك البوليه كلها. ما حضرتك تقدر تميز ازاي ان هو العرض يعني ما انا بقول لحضرتك ثلاثه متلازمين لبعض. البروستاتيزم ده الثلاث اعراض لازم يكونوا لازم مع بعض. عشان كده بنقول يبقى الميل الى البروستاتا. تمام. الفريكوانسي وهو زياده عدد مرات البول ليلا. والديفيكولتي في صعوبه بقى ان العيان او الشخص كل مره اثناء التبول بيحس بصعوبه في التبول. دي عرض تاني انه مصاحب للبروستاتا، انه يبقى في صعوبه من ما يبولش بصوره طبيعيه، لا كل مره بيحصل بيرمنت ميكتوريشن، حرقان دايما. اقول انا بشتكي من حرقان مستمر في البول. مع كل تبول في حرقان في البول. العرض الثالث الايرجنسي، وده المهم جدا اللي هو موجود خاص بس بالبروستاتا. الارجنسي ده اللي هو يقول البول بيسبقه، المريض بيقول للبول انا ما بلحقش ادخل الحمام، بلاقي ان البول سبقني مباشره، ما بلحقش ما بمسكش نفسي. الارجنسي هو عرض اساسي لاعراض التبول الارادي. التبول الارادي ليس عرض من اعراض البروستاتا، هو مرض عضوي نفسي. ده موضوع لوحده وحاله لوحدها مستقله تماما. اما الارجنسي ان البول يسبقه دوت كده، يبقى لو العرض ده بس كده بروستاتا فقط. فعلشان كده الاعراض الثلاثه متلازمين مع البروستاتا. وفي عرض مهم برضو اللي هو البين ديورنج انتر كورس،
برضو الالم اثناء الجماع برضو عرض للبروستاتا. ممكن يكون الحصوه وممكن يكون حاجات اخرى، لكن برضو ممكن نقول انه عرض برضو ممكن يشتكي منه المريض بين اثناء الالم اثناء الجماع.